مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تقومون بتغيير الهارد ديسك الخاص ببلاي ستيشن 3 مع جميع أنواعه. الآن سوف أقوم بتغيير الهارد ديسك الذي يوجد بداخل بلاي ستيشن 3 بهارد ديسك جديد. حسنا، نفتح الجهاز، نقوم بفتح الجهاز كي نقوم بنسخ ملفات الحفظ و مجلدات اللعبة قبل أن نقوم بعملية تغيير الهارد ديسك. حسنا، الآن نقوم بالدخول إلى بارامتر، ثم بارامتر سيستم، ننزل للأسفل، ثم نأتي إلى ما قبل الأخير انفورماتيسيون سيستم. نجد هنا جهازي فقط 40 جيجا من 37 جيجا. أريد أن أقوم بتغيير الهارد ديسك لهارد ديسك يقوم باستطاعة تخزين العديد من الألعاب، كي أتمكن من تحميل العديد من الألعاب عليه. حسنا، كي نقوم بالنسخ يجب أن يكون لدينا هارد ديسك آخر لكي نقوم بالنسخ عليه من غير الذي سوف نقوم بتغيير وضعه في الداخل. USB أو هارد ديسك، أنا لدي هارد ديسك. كي أقوم بنسخ عليه هذه لعبة Resident Evil 4 وبرنامج الملتيمان. لا يوجد في الداخل أي لعبة، برنامج الملتيمان لا يوجد به أي لعبة. نقوم بالخروج. أريد فقط الاحتفاظ ببرنامج الملتيمان ولعبة Resident Evil 4 وتخزينات اللعبة لResident Evil 4 وانشارتد 2 وأيضا ملف لعبة انشارتد 2. حسنا، نقوم بالدخول إلى بارامتر سيستم ونقوم بتوصيل الهارد ديسك الذي نريد تخزين فيه الألعاب والبرامج والسجلات اللعبة. حسنا، نقوم بتوصيله وهكذا. الآن قمت بتوصيله، ضعه هنا. حسنا، ندخل إلى بارامتر سيستم ثم ننزل للأسفل ثم ندخل إلى Utility de sauvegarde. لا أعرف هل ترونها، هذه هي، هذه هنا. نقوم بالنزول هكذا. Utility de sauvegarde نضغط، ثم هنا يوجد sauvegarde، نضغط X ثم Yes وي وي، ثم هذا هو الجهاز الذي قمت بتوصيله. يوجد به 21 جيجا فارغة، تكفيني لأني فقط أريد أن أقوم بوضع لعبة Resident Evil 4 وبرنامج الإيتمان وسجلات اللعبة، ثم نضغط OK. ننتظر حينما يكتمل. الآن اقترب الاكتمال، إنه اكتمال. حسنا، نضغط دائرة هكذا. والآن سوف نقوم بفرمطة هذا الهارد ديسك من الحاسوب، نقوم بتركيبه في الحاسوب. يوجد طريقتين إن كان لديك، كي نقوم بفرمطة هذا الهارد ديسك نحتاج إلى هذه القطعة، يوجد فيها منفذ USB أو مشط هنا على حسب الهارد ديسك. أنا هذا ساطع، سوف أضع هذه القطعة هكذا وأقوم بتركيبها على الهارد ديسك هنا. وهذا الخاص بالكهرباء، أقوم بتركيبه مثل مقبس الحاسوب.
إن لم تتوفر على هذا الشيء، هذا الجهاز، إن لم تتوفر على هذه الأشياء، فقد ستحتاجون فتح ثوبكم كمبيوتر وتقوم بتركيبه بالداخل مثل هارد ديسك الخاص بالحاسوب. حسنا، الآن سوف أنتقل للحاسوب، سوف أقوم بتركيبه بأي طريقة تستطيع تركيبه، عن طريق الحاسوب أو عن طريق هذا الكيبل. حسنا، تابعوا الشرح معي. الآن سوف أقوم بشرح كيف تقومون بفرمته على الحاسوب. ماذا هو البرنامج الذي سوف نستعمله في فورمات الهارد ديسك؟ سوف نقوم بفرمته FAT32. ليس من الضروري حمل هذا البرنامج، يوجد العديد من البرامج، المهم أن تقوم بفرمات الهارد ديسك FAT32. الآن نقوم بتركيب الهارد ديسك. هذا هو الهارد ديسك، ولدي حرف دي. إن لم يخرج رقم اسم حرف الهارد ديسك، مثلا أنا لدي دي ولا تعرف أنت ما رمزه أو حرفه أو شيء، فقد تقوم بالضغط على دماغي ثم ماي كمبيوتر، تضغط على كليك اليمين على الفأرة، ثم تضغط على ميناج، الآن نقوم بالذهاب إلى ستوكاج، نضغط على ستوكاج ديسك مانجمنت، هنا سوف تجد الهارد ديسكات التي قمت بتوصيلها مع الحاسوب، إن لم يمكن أن تجده ليس لديه أي حرف، تجده هنا أو تجده هنا بالأسود، فقد تقوم بالضغط على كليك الأيمن، في حالة عدم تأتي فوق المكان هنا الأزرق يمكن أن تجده بالأسود أو أي شيء من القبيل، تضغط على كليك يمين، ثم تقوم بالضغط على فورمات، ثم تختار وكذا نوع الفورمات، إن لم يظهر، وإن ظهر لا تحتاج إلى هذه الطريقة. الآن أنا لدي يظهر هكذا حرف دي، نقوم بالدخول إلى البرنامج. حسنا، تضع هذه الأمور كما هي، ثم تقوم بالضغط على ستارت، ثم أوكي، ننتظر. حسنا، ثم نضغط على كلاوز. الآن قمنا بفرمتة الهارد ديسك، نقوم الآن بإخراجه. الآن بعد فرمتة الهارد ديسك سوف أريكم كيفية تركيبه. نقوم بإطفاء البلاي ستيشن، الآن هذا فات، في الفات يوجد الهارد ديسك هنا، فقط قمت بإمساك هذه باللصاق هكذا، هذا هو مكان الهارد ديسك في البلاي ستيشن الفات، تجد هنا برغي تقوم بفتحه، أنا سبق لي أن قمت بفتحه، وفي حالة هذا البلاي ستيشن تقوم بالضغط هنا للأسفل وسحبه، هذا هو الهارد ديسك. وفي السليم والسوبر سليم، في السليم من جهة مفتاح تشغيل نقوم بقلب البلاي ستيشن، ثم نفتح هنا ونقوم بفتح البرغي، من ثم نقوم بسحب هذه القطعة، وهنا نجد الهارد ديسك ببلاي ستيشن 3 سليم. أما في السوبر سليم أصدقائي كما ترون جهة محرك الأقراص،
الذي يوجد به زر الفتح، نقوم بوضعه هكذا، ثم نضغط هنا وهنا، ثم نسحب إلى اليمين هكذا، ثم نقوم بسحبها إلى الفوق، ثم نجد هنا برغي، نقوم بفتحه ثم نقوم بسحب هذه القطعة للفوق هكذا. هذا هو الهارد ديسك الخاص بالسوبر سليم. حسنا، الآن سوف أقوم بفتح هذه البراغي كي أضع الهارد ديسك الذي قمت بفرماتته هنا. الآن هكذا قم بنزعه هكذا للأسفل. هذا هو القديم وهذا هو الجديد. أقوم بالآن بوضع القديم هنا، أخذ الجديد وتركيبه هنا هكذا، ثم أقوم بإرجاع البراغي إلى مكانها. الآن سوف أقوم بوضعه على بلاي ستيشن هكذا، ثم سحبه هكذا للفوق، ثم نقوم بإغلاق هذا المكان هكذا. حسنا، الآن سوف أركبه في الكهرباء. الآن نقوم بفتحه. سيطلب منا فرمطة الهارد ديسك. أريد أن أوضح نقطة، أن حينما نقوم بتغيير الهارد ديسك لا يذهب الفلاش الخاص بالبلاي ستيشن الذي فلاش الريبوك أو الفيروكس، لا يذهب، يبقى، لأن توجد ذاكرة في داخل بلاي ستيشن 3 هي التي يوجد بها الفلاش، ليس في الهارد ديسك الذي نقوم بتركيبه. حسنا، نضغط يس، انتظر حتى يتم فتح اليد. الآن نضغط يس هكذا، ثم يس، ننتظر فرمطة الهارد ديسك، ثم اكس. كما ترون ما زال فلاش الريبوك هنا. الآن حسنا، سوف أعيد فتح اليد كذا. الآن لم تعد هنا أي ألعاب أو أي شيء، ولا ملفات تخزين تسجيلات اللعبة، ولا أي ملف هنا، ولا ميلتي مان، ولا ريزيدنت إيفل 4، ولكن لا زال فلاش الريبوك كما ترون هكذا. الآن ماذا سأفعل؟ سوف أقوم بتوصيل الهارد ديسك الذي قمت بوضع فيه ملفات الهارد ديسك القديم، اللعبة والصفقة. ثم ندخل إلى بارامتر، ثم بارامتر السيستم، ثم نأتي إلى نفس المكان الذي قمنا بالدخول له من قبل، وهو هذا المكان، ثم نضغط إكس. والآن نأتي ليس إلى السوفغارد بل أسفل في الوسط هنا، ثم نضغط إكس، ثم نضغط يس. هذا هو الهارد ديسك. نعم، نضغط إكس، ننتظر، نضغط اكس مرة اخرى، ثم يس، ثم ننتظر.
سوف يستغرق بعض الوقت، مثل في حالتي الآن يستغرق 10 دقائق، لأن الهارد ديسك القديم ليس مليء وحجمه صغير، لن يتأخر. حسنا، نضغط الزر الأوسط لليد كذا، الآن ننتظر حتى الاكتمال. الآن بعد الانتهاء من التحميل نقوم بالضغط على X. ينطفئ الجهاز ثم يقوم بإعادة التشغيل. يقوم بفتح اليد مرة أخرى هكذا. كما ترون لقد عادت لعبة Resident Evil 4 وبرنامج الميلتيمان، وانتظروا هنا ها هي Resident Evil تسجيلات اللعبة و Uncharted 2 و ملف Uncharted 2. ما كادت تقومون بتغيير الهارد ديسك بدون مسح الألعاب والتسجيلات. كان هذا هو الشرح اليوم، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لا تنسوا وضع تعليقاتكم وتساؤلاتكم، وإن شاء الله سوف أجيبكم بكل ما أعرفه.